معانا على التليفون الكاتبة الرائعة شيرين دياب، بنرحب بيكي. اهلا وسهلا بيكم، سعيده جدا اني معاكم النهارده. اهلا وسهلا بيكي يا شيرين، معاكي منى عبد الغني، وطبعا مها كانت بتكلمك. مبروك النجاح الرائع، الله يبارك فيكي. واعتقد ان ده وراه واقع، يعني انت كلمتي حتى في الحوار الوطني كنت موجوده، وقلتي ان انت كمان صاحبه مشكله مريتي بيها، يعني تجربه حقيقيه. ده حقيقي، ده اللي خلاكي في منتهى الصدق وصلتي الموضوع للمشاهد بشكل كبير. دي أول مرة كنت أقول إن عن تجربتي في الحوار المجتمعي يوم الخميس. هي تجربة حقيقية، من 5 سنين جوزي استشهد، وزي أي ست مصرية عادية ما عنديش أي علم بالقوانين، فوجئت بعديها بأسبوع إن أنا مطالبة إن أنا أروح في حاجة اسمها المجلس الحربي وأنا مش عارفة أي حاجة، وإن أنا بيتم التعامل معايا كمتهمة المفروض أجلب أقوالي وأمضي عليها هو ساب إيه، وفي نفس الوقت ان انا مش حره في اي حاجه خالص بما يخص الاطفال. لو وشفت مصاريف ورايا مدارس بتاع صواريخ الدنيا اتكعبلت كلها فجأة. طب بالظبط، عملتي ايه يا طالعه من شيرين؟ معاناه لسه ما فقتيش من مصيبه الفقد، طبعا وبعدين بتلاقي نفسك ايه ده في حاجات تانية كتير كده، صعوبات انت مش قادره تتعاملي معاها، انت اصلا بيتم التعامل معاكي كمتهم مش قادره تردي، امضي على اقوالك، انت عارفه لو نسيتي حاجه مش عارفه ايه ده، ايه ده في الاخر انتوا بتتعاملوا مع واحده ست ارمله لسه فاقده جوزها ومعاها اطفال صغيرين، شايفه اي حاجه في الدنيا خالص، شايفه الدنيا سوده، دورنا ان احنا نخفف عنها ونتعامل معاهم بشكل مختلف تماما، يكون في رفق نزود العبء عليهم. طبعا. وانتي المشهد ده اظهرتيه، اقولها كانت الموظفه بتقول لها انا نعمل ايه، ده قانون، يعني مش عايزين نضايقك بس يعني ده قانون بنطبقه، بس انتي بتتحطي يعني الست بتتحط في موقف صعب جدا فجاه مع فعلا حزنها على زوجها الشهيد. يعني وفي غالبيه الوقت بيبقى معاها الاطفال جوه المجلس الحربي طبعا. طيب فقدت كمان الاب، هما لازم يتواجدوا، وده الم طبعا. تاني نفسي يعني. طيب شيرين، فتخيلي بقى وجود الاطفال في هذه اللقطه الصعبه جدا. ايوه. طيب شيرين، كلميني اكتر عن، او قولي لي اكتر، وانت بتكتبي المسلسل ولما طلع للنور كنت متخيله ان الحوار الوطني هيناقشه؟ اللي حصل يوم الخميس ده ان فكره ان الحوار الوطني يناقشه ده كان ايوه، عندنا احنا، المسلسل ده مش كتابتي لوحدي، كتابتي وانا وخالد دياب اخويا. وخالد طبعا دياب. ايوه بنحييه طبعا، طبعا. بنحيي خالد، رائع. ليكي بس واحنا بنكتب كان عندنا حلم واحد، احنا في فيلم غير قانون اسمه اريد حلا، طبعا طبعا طبعا، من عندنا زمان كلنا امال ان يا رب تحت احنا الوصاية يعمل يبقى لنا كده. تاثير ونتشاف ويبقى لينا صوت ويبتدي يعمل الناس في البدايه تتكلم عنه وتتاثر بيه، ونعرف كلنا ايه هو القانون عشان يبتدي يبقى فيه حل. في الشعب او في القوانين. ايوه. كان عندنا احلام بس في الاخر ما كانش، يعني اللي حصل الحمد لله اكبر بكتير من توقعاتنا وتخيلاتنا، ايوه ربنا فيه توفيق كبير جدا جدا جدا.